أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن فريق الأكروبات الشهير التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني السهام الحمراء سيشارك في معرض البحرين الدولي للطيران للمرة الأولى في تاريخه بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق المعرض. نعم، بهذه المناسبة رحب سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البلاد المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بمشاركة السهام الحمراء في المعرض بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على نجاح المعرض في استقطاب أبرز الشركات العالمية المتخصصة في عالم الطيران وفرق الاستعراضات الجوية إلى مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن هذه المشاركة دليل على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والمؤهلة على الدوام للتطور والمضي قدما نحو آفاق أرحب وتوسيع مسارات التعاون الثنائي. قد تم الإعلان عن هذه المشاركة خلال لقاء المشير سامي سامسون مستشار الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات على هامش زيارة معرض رويال انترناشونال ارتاتو الذي نظمته الهيئة الخيرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 17 من يوليو الجاري. في السياق أشار بن والس وزير الدفاع البريطاني إلى ما تتمتع به المملكة المتحدة ومملكة البحرين من علاقات راسخة وتاريخية، مؤكدا أن جولة فريق السهام الحمراء تمثل التزام المملكة المتحدة في تعزيز الروابط ما بين البلدين. من جانبه أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن العروض الجوية هي إحدى الميزات الرئيسة لمعرض البحرين الدولي للطيران وأن فريق السهام الحمراء البريطاني يعتبر من فرق العرض الرائدة في العالم وسيكون إضافة رائعة واستثنائية للعروض الجوية في مملكة البحرين. I'm the officer commanding of the Royal Air Force aerobatic team, the Red Arrows. أنا الضابط المسؤول في سلاح الجو الملكي البريطاني عن فريق الأكروبات السهام الحمراء، ويسعدني أن أعلن عن مشاركتنا هذا العام في معرض البحرين الدولي للطيران للمرة الأولى في تاريخنا. نتطلع للحضور والمشاركة لتعزيز العلاقات البريطانية البحرينية، وبالتأكيد تقديم عرض السهام الحمراء أمام آلاف من زوار المعرض والمشاركين فيه. نتطلع لرؤيتكم هناك.